بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها السيدات والساده بتشرف وشعور عالم بالمسؤوليه وباعتزاز اتلقى تكليفي بمنصب رئيس مجلس الوزراء في العراق للفتره المقبله واتقدم هنا بالشكر الجزيل لفخامه رئيس الجمهوريه الدكتور برهم صالح والسيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والى الساده النواب والقوى النيابيه والناشطين والنقابات وجميع الاخوه الذين وضعوا ثقتهم بنا وبذلوا جهودا حثيثه من اجل خدمه الوطن من خلال تكليفي بهذه المهمه اتوجه بشكر خالص وبتقدير الى المرجعيه الرشيده لدورها الابوي والتوجيهي لكافه ابناء وطننا العزيز، وكذلك جميع القوى الروحيه وعلى الاخص في هذه المرحله المفصليه من تاريخ العراق. احيي بتقدير واجلال الشهداء المتظاهرين السلميين الذين سقطوا في ساحات التظاهر وطلب الاصلاح. واحيي معهم الشهداء من قواتنا الامنيه الذين ضحوا بارواحهم دفاعا عن حق التظاهر وامان المتظاهرين كل امل وعزم على ان نفئ الدماء الزكيه حقها وذلك بالشروع الجاد ببناء دوله المواطنه والمؤسسات دوله العدل والحريه والرفاه والسلام ان هذا التكليف يضع على عاتقي مسؤوليه تاريخيه كبيره لذا اعاهد الله واعاهد الشعب العراقي الكريم بان اسعى بكل ما املك من امكانيات لخدمه هذا البلد واعدهم بان دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الامنيه لن تذهب سدى وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل. سلاح الدوله لن يحمل ضد الشعب سلاح الدوله لحمايه الشعب وصيانه الحدود وتعزيز الكرامه الوطنيه حيث اكد هنا الحرص الشديد على متابعه ملفات التحقيق في احداث التظاهرات ومحاسبه المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الامنيه والمتسببين باحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامه والخاصه اتعهد بمشيئه الله وبمساندتكم بتشكيل حكومه بعيدا عن المحاصصه الطائفيه والحزبيه والفئويه الضيقه، وتكون ممثله لكافه الاطياف والثقافات المتنوعه للعراقيين، والتزم باشراك الكفؤين من ابناء وبنات شعبنا في تشكيله الحكومه. اعاهد الشعب على ان لا اقبل بفرض اي مرشح من قبل القوى السياسيه. واذا ما تعرضت الى الضغوط فساصارحكم بذلك بكل وضوح واؤكد الحرص على تشكيل فريق استشاري في مكتب رئيس الوزراء بمشاركه ممثلين من حراك المتظاهرين السلميين وهنا اشير الى ضروره ان يستمر التظاهر السلمي الداعم للاصلاح حتى تتحقق المطالب المشروعه وتباشر الدوله بالعمل الاصلاحي الجاد فعلا أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة وذلك بالتشاور مع الجهاد ذات الصلة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة وحسب الآليات الدستورية والقوانين النافذة وأتعهد بحماية العملية الانتخابية والوقوف ضد أي تدخل قد يؤثر على سلامة ونزاهة وشفافية نتائجها وبما يعيد ثقه الجمهور فيها. كما اؤكد الالتزام بتوفير اكبر قدر من فرص العمل للمواطنين من خلال البدء بمشاريع تنمويه وصناعيه وانتاجيه وسكنيه واحداث نهضه استثماريه ووضع الاسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي الى اقتصاد استثماري بعيدا عن الاعتماد الكامل على موارد النفط. واتعهد بالعمل الجاد على محاربه الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصاديه للفصائل السياسيه وغيرها واحاله ملفات الفساد من دون تاخير الى القضاء واتعهد بتحقيق الامن والامان لكافه ابناء الشعب وحصر السلاح بيد الدوله وان لا سلطه فوق سلطه القانون واتعهد بحمايه المتظاهرين السلميين واطلاق سراح المعتقلين الابرياء وفقا للدستور والقانون والتنسيق مع السلطه القضائيه والامتناع عن استخدام الذخيره الحيه وحظر اساءه استخدام الاسلحه غير الفتاكه مثل عبوات الغاز المسيل للدموع وكذلك اتعهد بحمايه العراق من اي تدخل خارجي واعمل ان لا اسمح بان يكون العراق ساحه لتصفيه الحسابات والصراعات متمنيا بهذا الصدد من المجتمع الدولي والإقليمي أن يكون عونا للعراق في هذه المرحلة الحساسه باعتبار أن امن العراق من امن المنطقه والعالم باسره خاصه واننا لا نزال نواجه عدوا يتربص بنا الا وهو الارهاب ويجب على العراق ان يستعيد دوره الايجابي والحيادي في تحقيق الاستقرار للمنطقه والعالم اتعهد بتقديم تقرير دوري الى الشعب العراقي من خلال مجلس النواب حول التقدم الذي تحرزه الحكومه او التحديات التي تواجهها كما ادعو الى اطلاق حوار فوري مع المتظاهرين السلميين للعمل على تحقيق مطالبهم المشروعه وفقا للدستور والقانون وساشرف شخصيا على هذا الحوار اتمنى على ابنائي وبناتي من الشعب العراقي ان يكونوا عونا وسندا لي بعد التوكل على الله تعالى لحل ازمات البلد والوصول به الى بر الامان. رحم الله شهداء العراق وتمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل. عاش العراق حرا وسيدا لنفسه والله الموفق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.